بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم هندسة التقنيات المضخات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا الرابعة بالشابتر الثالث راح نتناول بها إن شاء الله اليوم، اللي هو جزء من أجزاء المضخة اللي هو الكيسينج أو الغطاء. In chapter 2, we have seen that the bumps are classified on the basis of casing design as below. فإذا مثل ما لاحظنا بالشابتر الثاني انه لما جينا صنفنا المضخات، واحد من طرق التصنيف كان بالاعتماد على الكيسنج ديزاين، واللي بوقتها قسمناها الى الفاليو تايب اللي هو سنجل اور دبل فاليو، او الفاليو تايب وذ فورتكس تشامبر، والنوع الثالث اللي هو الديفيوزر فين رينج تايب اللي هو التوربين تايب. نجي نتعرف على المين فانكشن او الغرض الاساسي من الكيسينج. The main function of the casing is to enclose the impeller both at section and delivery end so as to form a pressure vessel. فاذا في حال الغرض الرئيسي من الكيسينج او الغطاء هو يوفر غطاء بالنسبه الى المروحه بالجانبي خط السحب وخط الطرد. The pressure at section end may be as less as 1/10 of atmospheric pressure, and at delivery end may be as high as 20 times the atmospheric pressure in single stage pump. فإذا مثل ما نعرف أنه الضغط في السكشن سايد أو خط الطرد يكون أعلى من الضغط في خط السحب. والضغط بخط السحب ممكن يكون أقل من الضغط الجوي بمقدار 1:10. بالجانب الآخر فإن الضغط في خط الطرد راح يكون أعلى من الضغط الجوي بمقدار 20 مرة. هذا في حالة أنه لما يكون عندنا single stage، أي مضخة ذات مرحلة واحدة. ممكن يكون عندنا البامب، ممكن يكون عندنا 2 stage، 3 stage، 4 stage إلى آخره. فإذا بهيج حالة لما يكون عندنا 2 ستيج الضغط في خط الطرد راح يكون اعلى من الضغط الجوي بمقدار 20 مره، لما يكون عندنا 3 ستيج راح يكون اعلى من الضغط الجوي بمقدار 60 مره وهكذا. فاذا بهيج حاله النمبر اوف ستيج ممكن نضربها ب اللي هو عدد مرات الضغط الزياده بخط الطرد على الضغط الجوي، يعني نضرب النمبر اوف ستيج في 20. الكيسنج انه المفروض تصمم حتى تقاوم at least twice this pressure، انه تكون تستطيع ان تتحمل ضعف هذا الضغط، مو يعني دائما من نصممها انه تتحمل الضغط اكزاكت يعني نفس القيمه. مثلا اذا خلينا نقول الضغط مثلا 5000 بار، انه تتحمل 5000 بار، لا، انه دائما شنو هو لازم انه المفروض الكيس يتحمل ضعف هذه القيمه. بالاضافه الى ذلك لازم ناخذ نظر الاعتبار ما يسمى السيفتي فاكتور. دائما لما نجي نصمم اي منظومه او اي معده ميكانيكيه لازم ناخذ نظر الاعتبار ما يسمى بالسيفتي فاكتور اللي هو عامل امان، انه عامل الامان دائما يكون اكثر من الواحد، ممكن يكون 1.5، ممكن يكون 2 وهكذا. اوكي، فهذه هي الفانكشن الاولى بالنسبه الى الكيسنج. نيجي على السكند فانكشن او الغرض الاساسي من الكيسنج. The second function of casing is to provide supporting and bearing medium for the shaft and impeller assembly. فاذا انه الكيسنج ممكن يمثل دعم ومكان بالنسبه الى البيرنج ميديوم، او يمثل وسط للبيرنج بالنسبه الى الشافت اللي هو راح يقوم بنقل الباور من الالكتريك موتور الى الامبلر. اذا in doing so the pump casing should be designed as to، فاذا لهذه الاغراض فانه الكيسنج يجب ان يصمم بالشكل التالي. أول شيء facilitate easy access to all parts of pump for inspection, maintenance and repair purpose. إذن
انه يصمم لسهولة الوصول الى اجزاء المضخة لاغراض، ممكن اغراض الفحص او اغراض الصيانة او اغراض التبديل. النقطة الثانية: make the casing leak proof by the way of providing stuffing box. فإذا بيج حال إنه راح يمنع عنه الليك، أوكي، عن طريق شنو؟ عن طريق ما يسمى بالستفنج بوكس اللي هو راح يكون داخل الكيس. النقطة الثالثة: adopt the suction and delivery pipe with flange directive. فإذا بيج حال راح يسمح لخط الطرد وخط السحب بالاتصال بالبايب مباشرة. عندنا النقطة الرابعة: stand a woodworking weight directly on foundation by means of bed plate. فإذا بهيج حال هنا راح يسمح انه يستند المضخة، تستند على الأرضية بواسطة شنو؟ بواسطة البيد بليت. النقطة الخامسة والأخيرة: be coupled easy without any power losses to prime mover. فإذا بيج حالة هنا راح يسمح لنا بالاتصال بالبرايم موفر بدون أي خسائر بالطاقة. الآن ممكن نجي نشوف ما يسمى بالراديال ثراست ان بامب، أو القوة المحيطية اللي راح تأثر على الامبلر، اللي هي القوة اللي تكون نتيجة حركة الفلويد ما بين الكيسينج ما بين الامبلر. فإذا in any bump radially inward force is acting at each point on the periphery of impeller. فإذا بأي مضخة هناك قوة محيطية تؤثر على كل نقطة من النقاط اللي موجودة بحافة الامبلر. الآن لو جينا أخذنا السنجل فاليوت، إن سنجل فاليوت ديزاين when the discharge rated is nearly equal to the designed full load capacity. إذا لو جينا أخذنا الحالة الأولى، إنه لما المضخة تشتغل بحالة الفول لود، أوكي، يعني اللي إنه الديسشارج يكون عند اعلى شيء، فاذا بهاي النقطه شو نسميها؟ نسميها البيست افشنسي بوينت، اللي هي النقطه اللي هي تكون بها الافشنسي يعني افضل حاله. فاذا this force is equally and symmetrically distributed over the rim of impeller so there is no resultant for radial force. فاذا بهيج حاله مثل ما موضح بالشكل بهاي الحاله اللي هي حاله الفول لود، انه راح تكون ريزلتنت فورس او محصله القوه الجديد راح تكون صفر، اوكي. ليش؟ لانه راح القوه المؤثره على حافه الامبلر، اوكي، بجميع الاتجاهات ايش راح تكون؟ راح تكون متساويه. فاذا بيجي حاله ريزلتنت فورس قد راح تكون صفر. زين، لو جينا اخذنا الحاله اخرى، انه حاله البمب ما راح يشتغل بحاله الفل لود، لا، ممكن يكون عندنا البارشال لود. فإذن when a value type of pump is running at partial load، انه البمب راح يبدي يشتغل عند البارشال لود، انه الحمل لما يكون جزئيا. فاذا IE discharge rated، اوكي. فاذا the magnitude of force is not same in all direction، اوكي. فانه القوه ما راح تكون هي نفسها بكل الاتجاهات. اذا the resultant of all such radially acting force is normally directed towards the torque of the volute as shown in the figure. فاذا بيج حال نشوف انه اتجاه القوه شلون راح يكون؟ راح يكون باتجاه التالي، اللي هو باتجاه الفاليوت، اوكي. فاذا بهيج حالة الريزلتنت فورس ما راح تكون عندنا تساوي صفر، لا، راح تكون الريزلتنت تكون باتجاه معين. فإذا the magnitude of resultant force is minimum at rated discharge and varies approximately with the square rate. فإذا بهيج حالة هاي القوة اللي هي راح تكون أقل ما يمكن بالريتد ديسشارج، وتكون أقصى شيء لما شنو؟ لما يكون عندنا الشت اوف ديسشارج، اوكي. فاذا
بهيج حالة إنه القوة راح شنو راح تكون فاريوس تتغير حسب الديسشارج. فإذا the magnitude of the resultant force is maximum at shut off point of pump الموضح بالشكل. أوكي. إذا حتى نعالج هاي الحالة اللي هي الحالة إنه ال radial force أو radial thrust الريزلتات ما راح تكون صفر، راح تكون باتجاه معين، فاذا بيجي حالها راح تسبب لنا مشاكل. اوكي، فاذا this resultant radial force can be minimized by adopting a double or a twin value design of casing. فاذا بيجي حالها حتى نقلل اوكي من الريزلتات من الثرست فورس. اوكي، اذا راح نجي نستخدم ما يسمى بالدبل فاليوت. اوكي، راح نستخدم الـ double value. بهذا النوع من التصاميم in site design, although pressure unbalance exists in each half circle of the inner value, بالرغم انه الضغط ما راح يكون نفسه بالجانبي الـ value, ولكن resultant force راح تكون zero. اوكي، مثل ما موضح بالشكل. بالاضافة الى ذلك انه الـ intermediate wall provided in the casing reinforced the casing given additional advantage. إنه الجدار الموجود ما بين جزئي الفاليوت هذا أيضا شنو هو راح يمثل لنا دعم بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الكيسينج مثل ما موضح بالشكل. فإذا واحد من العلاجات المهمة حتى نعالج إنه لما المضخة ما تشتغل عندنا بالفل لود يمكن تشتغل بارشال لود حتى احافظ انه الثرست فورس اوكي الريزلتات بالنسبه لها تكون صفر. بيج حاله راح نلجا الى تكنيك ما يسمى باستخدام الدبل فاليو كيسينج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.